بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. أيها السادة، في هذه الحلقة نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله تعالى. ويسرني أن أرحب باسمكم أيها المستمعون بفضيلة الشيخ صالح، شاكرا له استجابته، فحياكم الله. حياكم الله وبارك فيك فضيلة الشيخ. هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردتنا من حائل، من محمد محمود، سوداني مقيم هناك، ويسأل في رسالته هذه عن عدة أسئلة. في أولها يقول: هل يحق لنا أن نلقي محاضرة سمعناها في شريط في مسجد من أحد العلماء في مكان آخر، بمعنى أن يلقيها أحدنا في مكان آخر، أم أن هذا لا يجوز؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إذا كان قصد السائل أنهم يوزعون هذه المحاضرة مكتوبة أو مسجلة لينتفع بها الناس، وهي في موضوع له أهمية والذي ألقاها من العلماء الموثوقين، هذا شيء طيب، وهذا من نشر العلم والتعاون على البر والتقوى. وأما إن كان قصد السائل أنه هو يلقيها أو يلقيها أحد من إخوانه بنصها، فهذا محل نظر، لأن الذي يلقيها إذا لم يكن عنده استعداد علمي من قبل ربما يغلط في مفهومه ويأتي بأشياء لم يقصدها صاحب المحاضرة. وإن كان هو على استعداد علمي وعنده المقدرة فليس بحاجة إلى أن يتقيد بمحاضرة غيره. المهم أن هذا لا ينبغي، لأنه إن كان قاصر الفهم والعلم فإنه لا يصلح أن ينقل كلام غيره، لأنه قد يخل به أو يخل في فهمه. وإن كان عنده الاستعداد العلمي فليس بحاجة إلى أن ينقل كلام غيره، بل هو يتكلم من ما أتاه الله عز وجل من العلم والبيان. وعلى كل حال، نشر العلم بالكتابة أو بالمحاضرات أو بالندوات أو بالخطب الجمعة وغيرها هذا أمر واجب من أجل تعليم الناس ومن أجل البيان وعدم الكتمان، ولكن يشترط في من يتولى ذلك أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل، من أجل أن يكون كلامه مفيدا ويكون في شخصه أيضا القدوة الحسنة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، يقول: ما معنى هذا الحديث وما المقصود بالمجاهرين؟ معنى الحديث واضح، أن الذي يفعل المعصية ويعلنها للناس فإن هذا يجمع بين جريمتين: الأولى فعل المعصية والوقوع في المخالفة، والثاني أنه لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فجمع بين المعصية وقلة الحياء وعدم المبالاة. وهناك محذور ثالث، وهو أنه يصبح قدوة لغيره من الناس، يكون إماما في الشر. أما إذا فعل المعصية وتستر عن الناس فهذا إنما يكون عليه إثم المعصية، وهو أقرب إلى التوبة، لأن تستره يدل على حيائه وعلى إدراكه لإثم المعصية وقبحها، فهو حري أن يتوب. أما المجاهر هذا دليل على عدم مبالاته، وأنه يبعد أن يتوب لأنه يتفاخر بهذه المعصية. الحاصل أن هذا فيه الحث على عدم إعلان المعاصي، وأن الذين يقعون فيها لا يجوز لهم أن يجاهروا بها، فيجمع بين
جرائم فعل المعصية وعدم الحياء من الله عز وجل، وأن يكون قدوة سيئة للناس. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم. هذه رسالة وردتنا من سائل يسأل فيها فضيلة الشيخ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشعر الرأس، هل كان يعفيه أم لا، وهل كان لا يحلقه إلا في الحج أو العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي رأسه، شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، كان له لمة تملأ ما بين منكبيه، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بها من ناحية التنظيف والطيب وإصلاحها من الشعث حتى تكون على هيئة جميلة. فإذا اقتدى به المسلم في هذه الخصلة، يعني عفى شعر رأسه على الوجه المشروع واعتنى به بالنظافة والتجميل الذي يليق بالرجال، فهذا سنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول إنه سنة، ولكنه يحتاج إلى كلفة، ولو قدرنا عليه لفعلناه، أو كما روي عنه رحمه الله. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي شعر رأسه ويتركه يطول إلى أن يصل إلى منكبيه أو شحمة أذنيه، وكان يعتني بتنظيفه وتطييبه وترجيله حتى يكون على هيئة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يحلقه تقربا إلى الله عز وجل في الحج والعمرة، ودعا للمحلقين 3 مرات في الحج والعمرة، لأن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا للمقصرين 1 واحدة. فالحاصل أن تغذية شعر الرأس على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وحلقه للحج أو للعمرة مستحب، وعلى الأقل التقصير، ولا بد من أخذه للنسك، ولكن الحد الأدنى التقصير، والحد الأكمل والأفضل الحلق، وأما حلقه لغير الحج والعمرة فهو مباح إباحة. نعم. بارك الله فيكم. الحقيقة سؤال السائل عن مسألة شعر الرأس وإطالته، وما ذكرتم حفظكم الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك أنه مهم، إلا أن بعض الناس يتعسف الأمور، فتجده مثلا يقصر في طاعة الله، أو مثلا يحلق الشعر الذي أمر الشارع بإعفائه كاللحية أو كشعر اللحية، ويبالغ في إطالة شعر الرأس وهو على مظهر من النعومة والتكسر، فما أدري ما هو توجيهكم في هذا؟ أما حلق اللحية أو قصها أو أخذ شيء منها فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها مخالفة للمشركين والمجوس واليهود والنصارى، وأيضا عملا بسنن الفطرة وسنن الأنبياء، وأيضا من أجل كمال الرجولة، لأن اللحية جمال للإنسان، وحلقها دمامة مع كونه تشبها ففيه دمامة وفيه مخالفة للسنة، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته أو أن يأخذ شيئا منها. وأما الرأس فكما مر التفصيل فيه، ولكن العبرة بالمقاصد، من ترك شعر رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامله بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل شعره فهذا سنة. أما من ترك شعر رأسه تشبها بالكفار أو بالهيبيين المسمين بالخنافس فهذا محرم، وليس هذا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الفرق بين الأمرين، إن كان يعامل شعره بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل شعره فهذا حميد، وأما إن كان يترك شعره على الصفة التي يتركها الكفار والفساق وذو الأخلاق السيئة فإن هذا من التشبه المذموم. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا سائل من الدمام شين ذال، أرسل يسأل يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للعم تزويج ابنة أخيه إذا كان أبوها مسافرا سفرا بعيدا، وإذا كان لابد من أخذ موافقة الأب، فهل يكفي في ذلك المهاتفة بالهاتف أو البرقية؟ أفيدونا أفادكم الله. حق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم ابنها ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، ويجوز
الولي الأقرب أن يوكل غيره، بل يجوز أن يوكل من غير الأقارب. التوكيل من الولي لتزويج موليته جائز، وكذلك توكيله من يتزوج له ويعقد له على امرأة هذا أيضا جائز. التوكيل جائز في الإسلام، فإذا وكل من يزوج ابنته فالوكالة صحيحة، والوكيل يقوم مقامه سواء كان في البلد أو كان غائبا. أما التوكيل بالمهاتفة ومجرد الكلام فهذا لا يكفي إلا إذا ثبت ذلك بشهود أنه وكل غيره. إذا ثبت بالبينة أنه وكل غيره فلا بأس بذلك، أما مجرد أن يدعي أنه وكيل فهذا لا يكفي. والعقود اليوم أغلب ما تكون عند المأذونين أو في المحاكم، فلا بد أن يكون مع الوكيل وثيقة تثبت أنه وكيل عن غيره. نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة هنا لمحت في سؤال السائل أن والد الفتاة قد يكون مسافرا سفرا بعيدا، فهل يصح لو لم يستطيعوا أن يتصلوا به ويأخذوا منه وكالة، هل يصح لعمها أو لأخيها الأكبر تزويجها؟ في هذه الحالة إذا كان الولي الأقرب من له الولاية غائبا غيبة منقطعة يراجع القاضي في هذا، المرجع في هذا إلى القاضي، فلا يبتون بأمر إلا عند القاضي. نعم، بارك الله فيكم. والقاضي ينقل الوكالة، ينقل الولاية إلى من يستحقها. نعم، أثابكم الله. إنما التساهل في هذه الأمور لا ينبغي، التساهل في هذه الأمور لا يجوز أبدا. نعم، وهذه رسالة وردت من جدة من السائلة فاسين الصبحي. هذه السائلة تقول: يا فضيلة الشيخ، عندما تقرأ إحدانا القرآن الكريم وتصل في قراءتها إلى آية فيها سجدة، فهل يجب عليها السجود وهي بدون حجاب على رأسها كحجاب الصلاة، وهل يلزمها أن تكون متوضئة؟ أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن تكون ساترة لرأسها، ولا يشترط أيضا أن تكون متوضئة، لأن سجود التلاوة ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. فإذا كانت متطهرة وكانت ساترة لرأسها كسترها في الصلاة فهذا أكمل وأحسن، وإذا لم تكن كذلك فلا بأس أن تسجد سجود السهو حتى ولو كانت كاشفة لرأسها، أو التلاوة. سجود التلاوة، نعم، فلا بأس أن تسجد للتلاوة سواء كانت ساترة لرأسها أو كانت على غير وضوء. نعم، بارك الله فيكم. أيضا تسأل هذه السائلة عن رسم ذوات الأرواح باليد، وإذا لم يكن الرسم تاما كأن يرسم الإنسان نصف الوجه أو جزءا من البدن أو اليدين فقط أو الرجلين مثلا أو شيء من هذا، فما حكم ذلك؟ رسم اليد أو الرجل أو شيئا من الأعضاء هذا لا يكون حكمه حكم الصورة الكاملة، ولكن هذا لا يجوز لأنه يفضي ويكون وسيلة إلى التصوير المحرم، لأن الإنسان إذا تساهل في رسم هذه الأعضاء فإن هذا يجره إلى أن يتوصل إلى التصوير المحرم، فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بمثل هذه الأمور. لكن رسم العضو الواحد في حد ذاته غير الوجه لا يأخذ حكم الصورة التي لعن من صورها أو اقتناها، وكذلك تأثيم من اقتناها، لعن من صورها وتأثيم من اقتناها. ولكن كما ذكرنا هذا لا ينبغي التساهل فيه لأنه يجر إلى التصوير المحرم وهو من العبث الذي لا فائدة فيه. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة يسأل فيها السائل عن الربح، وهل هناك حد أعلى معين للربح في بيع أي سلعة، أم أنه يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأي ثمن بغض النظر عن كثرة الربح أو قلته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الربح الذي يخضع للسوق كما يساوي في السوق، والربح هذا نتيجة لغلاء السعر أو لكونه مؤجلا، لأن البيع المؤجل يختلف عن البيع الحال. فإذا كان الربح له سبب مباح من غلاء السلعة في الأسواق أو لكون البيع مؤجلا فلا بأس بذلك، وأما إذا كان الربح بسبب مفتعل أو بسبب خديعة أو كذب فهذا لا يجوز. الحاصل أن الربح فيه تفصيل، إذا كان بسبب مباح فهو مباح، وإذا كان بسبب محرم كالكذب والخديعة والغش وغير ذلك فهذا محرم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل هذا السائل: هل يمكن للمسلم أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد؟ الصحيح أن هذا لا بأس به، بناء على أن التيمم
رافع للحدث لا مبيح للعبادة فقط. الصحيح أن التيمم رافع للحدث كالوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا عن الماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جعل الله التيمم بالتراب بديلا عن الماء عند عدمه فيأخذ حكمه، فكما أنه يصلي في الوضوء الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض وضوءه، فكذلك في التيمم يصلي فيه عدة صلوات ما لم ينتقض تيممه. هذا هو الصحيح. نعم، بارك الله فيكم. هذا محمد البرشوني أرسل يسأل عن أسئلة، منها قوله: دخلت المسجد وجدت رجلا يصلي، وبعد دخولي الصلاة معه تبين لي أنه يصلي نافلة، فماذا علي في هذه الحالة؟ لا بأس بذلك، إذا وجدت أحدا يصلي قد فاتتك الصلاة ودخلت معه فلا بأس بذلك، لأن الصحيح من قولي العلماء صحة صلاة المفترض خالف المتنفل أو اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه، تكون له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. وكذلك في صلاة الخوف ورد في بعض صفاتها أنه صلى بالطائفة الأولى ثم سلم، ثم صلى جاءت الطائفة الثانية وصلى بها. الصلاة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولهم فريضة، دل هذا على صحة صلاة المفترض بإمامة المتنفل. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن لو دخل المسجد وجد مسبوقا واتم به. هذا لا، هذا فيه نظر، إذا وجد مسبوقا واتم به وحصل هذا بالفعل وانتهت الصلاة فالصلاة صحيحة لا تعاد، لكن من البداية لا ينبغي أن يفعل هذا، لأن هذا كان مأموما في أول الصلاة، هذا المسبوق كان مأموما في أول الصلاة، ففي جعله إماما نظر، وفيه اختلاف بين أهل العلم، فالأولى أن لا يعمل ذلك وإنما ينتظر إلى أن يأتي آخرون ويصلي معهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا أيضا يقول بأنه كان مريضا ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم بالتراب ولا الحجر، ولم يحضر له أحد أيضا شيئا من ذلك، يقول: قد أخرت الصلاة لمدة يومين فماذا علي أن أفعل؟ هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، وهي أنهم إذا كانوا مرضى وعلى أسرة العلاج ولا يستطيعون النزول من الأسرة للوضوء وليس عندهم تراب، فإن كثيرا منهم يترك الصلاة بحجة أنه لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، وهذا غلط كبير. الواجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله، فإذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم فإنه يصلي ولو إلى وضوء ولا تيمم، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة المفروضة على حسب استطاعته، إن كان يستطيع الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، وإذا كان لا يستطيع الأمرين وخشي من خروج وقت الفريضة فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء وبلا تيمم وصلاته صحيحة، أما أن يترك الصلاة فهذا عمل لا يجوز له. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم ميم عين من ليبيا، يذكر فيها أن رجلا أفطر عمدا في رمضان ثم ندم على ذنبه هذا ورجع إلى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة، لكنه لم يكفر عن فطره هذا نظرا لفقره ولعدم قدرته على الصيام، فماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الإفطار في رمضان من غير عذر أنه معصية عظيمة وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى وترك لركن من أركان الإسلام، الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة. قد ذكر السائل أنه تاب إلى الله توبة صحيحة، الحمد لله على ذلك، والواجب عليه مع ذلك أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه، وأما الكفارة فليس عليه كفارة،
إلا إذا كان حصل منه جماع فإنه عليه كفارة الجماع في نهار رمضان. أما إذا لم يكن حصل منه جماع وإنما حصل منه مجرد الأكل والشرب فهذا يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره، وإن تأخر قضاؤه إلى بعد رمضان آخر من غير عذر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف تقريبا. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم فيها إلى إجابات فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فجزاه الله خيرا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحية من المهندس أحمد الغامدي، وإلى اللقاء بكم في حلقة